واحد من أكتر الأفلام المنتظرة في 2023 عموماً نظراً للتأجيلات الكتير للفيلم ده ونظراً برضو إنه فيلم كوميك بوك موفي وأول فيلم لفلاش. وجمهور الكوميك بوك وجمهور دي سي عموماً كان نفسهم يشوفوا فيلم لفلاش لأن شخصية فلاش وقصة فلاش عموماً تستحق إن هي تتعمل فيلم أو مسلسل أو أياً كان. أنتوا عارفين إن أنا أكتر سبب مخليني عايز أتفرج على الفيلم ده وحطيته في لستة إن ده من أكتر الأفلام اللي أنا منتظرها في 2023 نظراً إن أخيراً هشوف باتماني المفضل أو أكتر واحد حبيته وهو يؤدي دور باتمان الطفولة بتاعتي مايكل كيتن وعودته في الفيلم ده. فهل يا ترى الفيلم حلو؟ هنتكلم عن كل حاجة في الحلقة دي. بس قبل ما ابتدي الحلقة بتوع أفلام عايزكم تظبطوني لايكات كتيرة جداً 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 جداً، شير الحلقة دي في كل حتة بعد إذنك ده لو عجبتك طبعاً عايزكم تشاركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة أول بأول. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، فيلم ده فلاش واحد من اكتر الافلام المنتظر ان هي هتتحط اكيد في التوب 3 او في التوب 5 اعلى الايرادات في السنه دي. ونظرا ان في ناس كتيره جدا من محبي دي سي بالنسبه لهم ان الفيلم ده هو يعتبر سبايدر مان نو واي هوم لان في اتنين باتمان طالعين في البوستر عموما. وفي حاجه بالنسبه لي انا شايف ان دي سي يعني ما نفذوش الموضوع ده صح. انا لسه ما ابتديتش فيلم ولا اتكلمت عن فيلم ولا اي حاجه. يعني مثلا سبايدر مان نو واي هوم مارفل فضلت متكتمه على الموضوع برغم ان طلع كلام كتير واقاويل كتير، وطبعا فاكرين اندرو جارفيلد وهو عمال يحلف ومصحف الشريف انا ما طالع وطلع طبعا في الاخر طالع والناس عرفت مع نزول الفيلم باول يوم. لكن انت من بقالك سنتين قايل ان مايكل كيتن موجود، هي مفاجاه غير طبيعيه ومنتظر بفارغ الصبر وانتوا مش فاهمين. انا كنت منتظر ان الراجل ده يطلع او باتماني المفضل يطلع قد ايه من اول الفيلم، ولكن برضو في حته كده اتطفت. فكره انك انت عارف ان مايكل كيتن طالع، فكره ان انت عارف ان بين افلك طالع وده كل ده ظاهر في البوستر وفي الاعلان. طبعا عارفين لو كان الموضوع ده استخبى وعرفنا مع اول يوم الناس كان ممكن يجرى لها ايه، كان ممكن الناس تتكلم يا جدعان انتوا مش فاهمين احنا دخلنا ولا ايه. حاسس كده يعني، مش عارف، الله اعلم، ممكن يكون كلامي غلط بس ايا كان يعني. فالمهم يا بتوع افلام نخش في الموضوع على طول. فيلم ده فلاش من اخراج المخرج اندي موشياتي او موشياتي. المخرج اندي اخرج ايه قبل كده؟ يعتبر اخرج 3 افلام والتلات افلام رعب، اولهم فيلم ماما لو انتوا فاكرينه، وفيلم ات طبعا شابتر 1 وات شابتر 2، وده يعتبر اول فيلم ليه من ساعه ات شابتر 2. ويعتبر هو صور على طول بعد ات شابتر 2. الفيلم ده فضل يتاجل. ولو سالتني ايه سبب التاجيل هقول لك سبب التاجيل البطل الرئيسي ازرا ميلر. ده واحد من الممثلين المجانين جدا بره، واحد من اكتر الناس المتحرشه والمغتصبه والمجنونه، وواحده فان دخلت عليه اما هو خانقها وفضل هربان من البوليس وكان خاطف بيت قاصر وصغيره وبيغتصبها، حاجه تقرف الكلب. وما تسالنيش ازاي جه العرض الخاص، وما تسالنيش ازاي ده هيتعامل فيما بعد ان هو ممكن يعمل فيلم او حاجه. سيبك من ممكن فلاش او بروجكت ده يكون خلص وكده، بس الفكره نفسها ازاي هوليوود متقبله ده؟ طب انتوا ازاي قافشين على ناس وده بالذات؟ لا ده غريب جدا. بس طبعا انا هبقى منصف واقول ان هو قدم دور فلاش حلو جدا الصراحه. فاحنا هنتكلم مبدئيا على ايجابيات الفيلم وبعد كده نخش على السلبيات. ايجابيات الفيلم بتوع افلام، النص الثاني من الفيلم اقوى بكتير جدا من النص الاولاني. دي هتبقى اول سلبيه بالنسبه لي في السلبيات. النص الاولاني من الفيلم لو كان مشي بنفس الريتم ده انا كنت خرجت وقلت لك الفيلم ده تقييمه 3/10 او رجعوا لي 100 جنيه بتاعتي. تقول لي يا ابو حميد الدرجه دي؟ هقول لك حسيت ان في حزق كتير، حسيت ان في ضحك عايزين يضحكوه بطريقه اوفر جدا، حسيت بكليشيه الام وفلاش الصغير لما شفت المشاهد اللي بينهم اللي هو المشهد الام وابنها في اي فيلم لازم انا بحبك قوي يا ابني وانا بحبك قوي يا امي يا ولازم يحبوا بعض ولازم يحضنوا بعض. معاك طبعا الام وابنها وكل حاجه معاك، بس قصدي حسيت ان الفيلم كليشيه قوي، مش على قد ما انا منتظر الفيلم ده بفارغ الصبر. وناس كتير قوي قالوا ان الفيلم ده ممكن يبقى احلى فيلم اتعمل في تاريخ دي سي والكلام ده، ولكن النص الثاني من الفيلم خلاني انسى النص الاولاني تماما، ونسبه الاثاره والتشويق في الفيلم كانت عجباني جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ ان انا فعلا ما حسيتش باي لحظه ملل.
ملل، ولدرجة ان لحد اخر فيلم اللي هو خلاص فيلم بيفنش انا كنت عايز فيلم يستمر كمان. انا كنت مبسوط جدا الصراحة، خاصة من النص التاني. وبالمناسبة النص التاني اهم ايجابية فيه ظهور مايكل كيتن. تقولي اه عشان كده بقى يا ابو حميد، والله العظيم ثلاثة لو كان بنفس الريتم بتاع الجزء الاولاني بظهور كيتن كده كنت هقول ليه شوهتوه، ليه يعني الراجل ده تقيل قوي ان هو يتعمل فيه كده. ولكن احلى حاجة في فيلم، احلى حاجة في فيلم مايكل كيتن بادائه بدور باتمان، اثبت لك ان هو واحد عنده 70 سنة وقايم بدور باتمان. هتقولي طب ما اكيد بقى دوبلير هو اللي بيضرب والكلام ده، معاك، بس فكرة الهيبة لسه موجودة، فكرة انك انت لابس بتاع انا حاسس ان ده باتمان، طريقته وهو بيتكلم، فكرة وهو نظرته لما يلاقي حاجة كده مش عاجباه اللي هو حاسب يلا، الاجواء النوستالجيا اللي حصلت مع اول ظهور مايكل كيتن كانت خطيرة. الموسيقى بقى، الموسيقى اللي انا كنت اتمنى ان هي تبقى موجودة، هي كانت موجودة في تريلر اه، بس ما كنتش متخيل ان هي هتبقى موجودة طاغية كده. انا داخل الفيلم عشان كده، وعملوها بطريقة حلوة جدا ودوره كان حلو جدا. ممكن يكون ملوش لازمة، يعني هو اتحط عشان الفانز من الاخر، ممكن يكون اللي هيقوم بدور مايكل كيتن ده ممكن يكون اي حد، بس اتعملت حلو لدرجة ان هو انت من عمرك ما تحس ان هو محشور في الفيلم او ان هو موجود كده ملوش اي لازمة او الكلام ده. وبرضو من ايجابيات الفيلم ازرا ميلر، انا كان عاجبني جدا الشخصيتين، يعني هو قدم الشخصيتين بفئة عمرية معينة وفئة عمرية مختلفة، الاتنين نفس الشخص بس انت عارف نفسك وانت في السن ده انت مختلف تماما عن وانت في السن ده، فقدم الشخصيتين بطريقة مختلفة بطريقة حلوة جدا. ولكن وهو صغير كان مزعج شوية برضو، كان في برضو بعض من الازعاج، ومش هقول لك قليل، لا كان في كتير الصراحة. وايضا سوبر جيرل او ساشا كالي برضو من الاضافات الحلوة جدا، برغم ان انا كنت حاسس ان هي هتبقى حاجة كده عشان نزود سوبر هيروز لا بالعكس عجبني جدا دورها. ونيجي بقى عند الايجابيات المهمة جدا، وفي طبعا حتت هتبقى حرق سيبها للاخر، اتمنى طبعا ما توصل لهاش عشان تستمتع بالفيلم، ولما تخلص الفيلم تعال شوف واحنا بنتناقش مع بعضينا. في مفاجآت كتيرة، انا عارف ان في افلام كتيرة جدا مارفل او دي سي خلال الفتره اللي فاتت بيحاولوا يديك مفاجاه كده، اللي هو مثلا سوبر هيرو ايه ده في الفيلم والكلام ده، فانت بتستمتع كده وبتتلذذ بالموضوع. في الفيلم ده مفاجآت تقيله ومفاجآت حلوه جدا، خاصه للي بيحب دي سي قوي، او خاصه اللي عارف اخبار كتيره جدا عن دي سي وعالم دي سي من ايام تيم بيرتون، من ايام افلام مايكل كيتن اللي هي بتاعه 89. طبعا هنيجي عند السؤال المهم، ابو حميد اتفرج على ايه عشان اتفرج على فلاش؟ هل اخشه كده على طول؟ لو دخلته كده على طول مش هتتضايق عشان هو هيحكي لك القصه في النص من خلال حوارات ما بين ازرا ميلر وازرا ميلر، مثلا ما بين مايكل كيتن هو بيحكي او بيحكي لك القصه اللي احنا فيه ده عباره عن ايه وكل الكلام ده، فهتفهم مش هتتضايق، ولكن هتحس كامل الاحساس بتاع الفيلم ده وهتحس بالنوستالجيا وكل الكلام ده. النوستالجيا ده طبعا للناس اللي عاشت زمان طفولتها على مايكل كيتن باتمان، ولكن لو انت عايز تعرف كل المعلومات عن كل حاجه، وبرده هرجع اقول لك مش بالضروري، اتفرج على افلام زاك سنايدر، مان اوف ستيل، باتمان فيرس سوبرمان طبعا سنايدر كات، وافلام مايكل كيتن اللي هي بتاعه 89 فيلم باتمان اللي هو هو وجاك نيكلسون، وايضا فيلم اللي نزل سنه 92 باتمان ريتيرنز. دي الحاجات اللي انت تتفرج عليها عشان تبقى متابع يعني. اما بقى جزئيه السلبيات من الفيلم يعني انا طبعا كنت شوف بعد كل الكلام اللي انا قلته ده وكده، لا كنت متوقع حاجه اقوى من كده، كنت اتمنى حاجه كمان اقوى من كده، بس هرجع اقول لك هتخرج من الفيلم مستمتع. انا بالنسبه لي انا خرجت من الفيلم انا مستمتع، وما اقدرش اقول ايه ده انا اتضايقت وبتاع، عكس طبعا الافلام الكوميكس اللي انا شفتها خلال الفتره اللي فاتت. ولكن نيجي عند اهم نقطه مهمه جدا، دي قللت الفيلم بالنسبه لي جدا. طبعا النقطه الاولانيه النص الاولاني زي ما بقول لك فيلم حسيته كليشيه وما عجبنيش. اما الحاجه بقى المهمه اللي بشكل عام، انت اهم حاجه في الافلام دي وانت بتخشها عشان ايه؟ فيجوالز والافكتس والحركات. اسوأ افكتس شفتها من سنين، يعني لو دخلت فيلم سبايدر مان اللي هو بتاع سنه 2004 ده تقول ايه ده فيجوالز عبقريه بالنسبه للفيلم نزل 2023، فيلم بقاله كتير جدا محطوط في الثلاجه عشان مشاكل البطل ما عالجتهوش ليه؟ او لو دي بعد المعالجه تبقى كارثه، امال الاولاني كان ايه؟ مشاكل كتيره جدا تحس ان ده فيلم كرتون مش مجرد فيلم عادي. عارف ان في ساعات السي جي اي بيفوت كده، يعني مثلا المشاهد بتاعت ازرا ميلر وهو بيجري وبيشوف
الاعلام انت بتشوف الشخصيات اللي هو بيشوفها على هيئه كرتون. ده طبعا غير المشهد الافتتاحي بتاع البيبيهات ده. يا جماعه ايه الهزار ده؟ حلوه جدا يعني الفتحه دي والدخله دي بتاعت البيبيهات وكده واللي حصل ده كله يخليك ممكن تتوتر، لكن التنفيذ كان وحش جدا الصراحه والافكس صفر. وده موجود في الاعلان عشان ما حدش يقول لي انت حرقت انت كده انت ما نبهتنيش. انا بس يعني عامه الفيما بعد اللي كله جاي هيبقى حرق فوقف من هنا. فانا اديني اهو بنبه وبنوه خلصانه هحرق من اول هنا. المشهد الاولاني لبن افليك وهو باتمان وهو وفلاش والحركات اللي حصلت اللي هو بتاع مشهد البيبيهات وكل الكلام ده، بن افليك ما طلعش. يعني ممكن المشهد بعديه لما كان موجود وندر وومن وكده، واديني اهو انا حرقت، لما كان وندر وومن واقفه وهما بيتكلموا ده بن افليك، لكن كل المشاهد اللي قبليها الاكشن دي بن افليك ما كانش موجود ده بالتاكيد. اما بقى نتكلم عن اكتر، يعني دي بقى من الحاجات اللي عجباني جدا والايجابيات اللي عجبتني جدا في الفيلم بالنسبه بقى لواحد شاف الفيلم دلوقتي معايا ومكمل لحد الاخر. اول حاجه الروعه بتاعت لقطه لما فلاش وهو بيتفرج وبيشوف الاكوان، يعني كل العوالم. كريستوفر ريف اللي توفى طبعا، يعني ممكن نبقى نتكلم عن قصته فيما بعد، ولكن لا بتكلم فيه اول من قام بدور سوبرمان طلع في الفيلم بمشهد معمول بسي جي اي محترم احسن بكتير جدا مشاهد الفيلم. وايضا مشهد نيكولاس كيج دي خطيره، دي اكتر حاجه خلتني اقول ايه انتوا عملتوا كده بجد، كانت حركه صايعه جدا بالنسبه لي. هتسالني ليه؟ هقول لك لو انت ركزت معايا في الحته بتاعت اللي هي قبل الحرق انا قلت ايه. قلت لكم لو حد متابع الاخبار اللي كانت بتتقال فتره 89 و91 وكده والافلام بتاعت تيم بيرتون والكلام ده هيفتكر الموضوع ده جدا. فكره ان خلاص كانوا بيعلنوا رسمي ان تيم بيرتون مخرج باتمان الاولاني وباتمان ريتيرنز ان هو رسميا اعلن ان نيكولاس كيج هو سوبرمان الجديد، وتصور صور كتيره جدا وتعمل له تيست وبتاع وكل الكلام ده، وفجاه الفيلم اتلغى. فانت طلع لك سوبر، يعني عجباني فكره، عجباني الصياعه جدا في الحته دي. وطبعا خاصه انك انت بتاخد درس الفيلم اللي في الاخر انك انت مش بايدك القدر والموت والكلام ده. والمشهد بتاع فلاش اللي هو بيحاول يعيد كل الكلام ده، وانك انت شفت فلاش لما كبر. انا المشاهد دي عجبتني عموما، يعني انا فاكر كان معايا كذا حد في السينما في حد في النص تاه ما فهمش ممكن يقع شويه، ولكن انا شايفها اتنفذت حلو، شايفها اتعملت حلو جدا. ونيجي بقى طبعا عند اهم حته واهم جزئيه، ايه اللي حصل في المشهد الاخير؟ ناس كتيره جدا عماله هتموت وتعرف ايه بقى اللي حصل في الاخر وكل الكلام ده. اللي حصل في الاخر هو حاجه غريبه جدا، كنت اتمنى ان هو يبقى ممثل تاني، ولكن هي حصلت بس حصلت وما اتضايقتش، يعني اللي هو قلت ما لقيته ماشي خلاص مفيش مشكله. وهو ظهور بروس وين الاخر. بروس وين طلع على هيئه مش بين افليك، طلع على هيئه جورج كلو. اسوأ فيلم باتمان في التاريخ باتمان اند روبن، انا كنت بعشقه وانا صغير ومتضايقش منه عشان دي النوستالجيا والكلام ده، ولكن فيلم باتمان اند روبن ده يصنف واحد من اسوأ الافلام اللي نزلت في التاريخ عموما. شوف الريتنج بتاعه على اي ام دي بي كام. فدي كانت مفاجاه بالنسبه لي. وحاجه كمان برضو حبيت ازودها في الايجابيات برضو بتوع افلام، يعني قبل ما اخش عند حته التقييم، المشاعر الفيلم ده برغم ان هي مش كتيره في الفيلم ولكن انا تاثرت بيها اكتر مثلا من سبايدر مان نو واي هوم. ولو انت ما شفتش سبايدر مان نو واي هوم فانا هحرق، يعني مثلا انت مي لما ماتت والمشاهد اللي حصلت بعديها والكلام ده تاثرت جدا طبعا، ولكن مشهد ما بين ازرا ميلر ووالدته قبل ما يودعها تاني بعد ما عرف ان هو لما ينقذها العالم كله هيتدمر بشكل او باخر، لما اتكلموا مع بعض لا المشهد ده كان حلو قوي، حلو قوي ومعمول وتنفس حلو جدا، وتاثرت بيه اكتر من اللي اتقدم في سبايدر مان نو واي هوم. ومش قصدي مقارنه، يعني ده اللي جه في دماغي وبس. ده اللي اقدر اقول لكم يا بتوع افلام على فيلم ذا فلاش، اللي ما اقدرش اقول ان هو احبطني، ولكن هو فيلم حلو جدا هبقى اتفرج عليه كذا مره، ولكن كنت اتمنى ان هو يبقى احلى من كده بكتير كمان. وتقييمي الفيلم ذا فلاش هو 7/10. وبالمناسبه في بوست كريديت سين في اخر الفيلم، عارف انك انت ممكن الناس كتير هتقول لي يعني انا يا ابو حميد استنيت كل ده عشان بوست كريديت سين ده، فممكن اقول لك تستنى وتقعد في البيت لحد ما ينزل على النت وتتفرج على بوست كريديت سين دي، لانها مش مهمه قوي، يعني غير لو انت فان وعايز تعرف قوي 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 استنى عادي مفيش اي مشكله. ونيجي دلوقتي لسؤال الحلقه بتوع افلام، هل يا ترى مستقبل دي سي في امان مع جيمس جون خلال طبعا الافلام القادمه من دي سي؟ اهم حاجه تجاوبوني تحت في كومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى بعد اذنكم طبعا لو عجبتكم الحلقه دي لايك كتيره كده جدا، بعد اذنكم اظبطوا اخوكم كده، ولو عجبتكم الحلقه دي طبعا تشاروها في كل حته وتظبطوني كده برضو، وتشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على الجرس عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.